إلى شرق البلاد، حيث تتواصل استفزازات المسلحين الموالي لروسيا في مناطق الصراع بإقليم الدنباس. وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت عن تسجيل أكثر من 20 خلقا للهدنة في منطقة عملية القوات الموحدة. وقال المتحدث باسم الوزارة ديمتري هوتسولياك أن المسلحين الموالين لروسيا قاموا بإطلاق النار باستخدام قاذفات القنابل والأسلحة الخفيفة في كل من شيروكينا وليبيدينسكي على بحر أزوف.